هذه قمة الكل ينتظرها، ليس فقط القيادات والنخب السياسية بل أيضا الشعوب. أظن أن قمة الجزائر ستكونها فاتحة خير، فاتحة التقاء، فاتحة لقاء عربي مشترك، مواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها العالم العربي. هناك مشكلة اقتصادية يواجهها العالم العربي من حيث البطالة، من حيث المديونيات، من حيث الإرهاب، من حيث التطرف. ما في دولة عربية إلا وتتفق أن الجزائر هي الوحيدة القادرة الآن على لم شمل العرب وإعطائهم الفرصة لكي يجتمعوا يتحاوروا ويصلوا إلى نتائج تهم الجميع. نأمل خيرا في عقد القمة العربية، ونأمل أن تكون هذه القمة العربية كما تريدها الجزائر وكما فعلا يرى العرب في الجزائر، لأن الجزائر تستحق هذا الدور الجامع للمنطقة العربية وتجاوز الخلافات ما بين الدول العربية واستعادة العمل العربي المشترك. فبالتالي نرى في الجزائر هذا الدور الحميد والقدرة على هذا الدور، ونأمل أن يكون المجتمع المدني رافد لدعم هذا الدور من أجل أن تكون هناك قمة عربية ناجحة إن شاء الله، وصيغة عمل عربي مشترك ناجحة دائما. الدور بناء، تنظيم على مستوى عالي، بلد عنده مواقف ثابتة بالوضع العربي، وهذا يشجع أنه بلد مثل الجزائر ما في مجاملات، ما في طروحات خارج السياق، وعليه نطمح إن شاء الله أنه يكون بلد الجزائر وأرض الجزائر حل لكثير من المعوقات من يشهدها المطل العربي.